كما شرع الهلال الأحمر الجزائري ليلة أمس في توزيع المساعدات على مستحقيها تضامنا مع المتضررين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وكم ديما واقفين معانا ويعطيكم الصحة. نشكر جمعية الهلال الأحمر على كل ما قدمت من المساعدات بالقنطرة الحمراء برابطية. الهلال الأحمر عاونونا يعطيهم الصحة، بارك الله فيهم. قمنا بعملية إحصاء العائلات المنكوبة، وقامت الفرقة تاعنا بإحصاء المناطق اللي تحرقت، وفي المساء كما راكم تشوفوا قدمنا لهم إعانات متمثلة في مواد غذائية استعجالية، وإن شاء الله تكون العملية متواصلة إن شاء الله.